المقادير لشيش الطاووق رح نعملهم بطريقة كتير صحية. رح نحتاج لكيلو من صدور الدجاج مقطع مكعبات، ومعلقتين كبار من اللبن، معلقتين كبار عصير ليمون، ومعلقتين كبار من الزيت، وممكن فص من الثوم مفروم، ومعلقة كبيرة بودرة الكاري، ودمتين من الكزبرة الناشفة، ملح وفلفل أو معلقة صغيرة ملح وفلفل بس، هاي هي كزبرة وثوم وكاري عصير ليمون ولبن. أوكي، احنا هلا طبعا نقعينه من امبارح، نقعين الشيش طاووق حتى ياخذ بالطعمه، هذا بارد هو احسن ننقعه قبل بوقت. طبعا، بس انا في شغله بدي اسال عنها، دائما بتجيبوا الاغراض بهذا الوعاء الزجاجي، هو مفرغ من الهواء بيكون مزبوط؟ صحيح، لانه اذا تركنا الدجاج مثلا بتتكثر فيه البكتيريا، لما بنفرغ منه الهواء. هاي سمعت صوت الهواء. صحيح، بصير لما بتشيل الهواء البكتيريا ما في هواء لتتنفس فبتموت. بنفس الوقت مسامات الدجاج بتوسع، فبصير تتبيلة تدخل بمسامات الدجاج لجوا، فبيقولوا له مارينيت تو مارينيت. فأنا هيك بتأكد إنه دخل كل الأشياء فيها. أوكي، حلو. يعني ما نترك مثلا لما بدنا ننقع الدجاج أو اللحمة بأي محل، لازم يكون على القليلة مفرغ من الهواء. لازم يكون في زجاج بالأصل، لأنه بالبلاستيك بيتفاعل لأنه في دهون، فبصير مسرطن. يعني زجاج مفرغ من الهواء. صحيح، حلو. أوكي، إحنا هلأ بدنا نتأكد إنه المقلة حامي. نقطة المي، نقطة صغيرة من المي، خلاص هيك المقلة عندنا حامي جاهز للشوي. تعالي شوي. أوكي، هلأ بنبلش نحطهم للسياخ. طبعا شكلهم سياخ صغيرة حتى نحطهم على الرز جاهز. هلأ هي عملية شوي حقيقة، هي بس بدون فحم. هلا الفحم هذا شوي بدون فحم، بس في ناس بحبوا دائما يمكن طعمه او هيك ريحه الفحم بالاكل. اكيد، يعني هلا ما بيمنع واحد انه يعمل مشاوي على الفحم بجمعه كبيره، ما بيكفي هيك، حلو جمعة كبيره، بس يتجنبوا انه ياكلوا الجزء اللي عليه الاسود، لانه هذا كربون وهذا بيعمل سرطان. بس نحن بنقدر نحضر مع زبتر ببساطه بسهوله. شوي كل يوم ببيتنا، نقدر نشوي سمك شوي صحي، بعد شيش طاووق، كباب، لحمة مشوية، وبيطلع طعم شوي سوبر، يعني مميز. حلو، هلأ حتشوفوا. أوكي، احنا ما عملنا الخلطة. لا، هي الخلطة خلطناها بالليل، هي المكونات كلها، المكونات اللي حكيناها حطيناها بالليل، نقعنا الدجاج فيها وشكيناه وتركناها للصبح. هلأ هون عم تنشوى شوي، إذا كانت معانا مسكت شوي بالمقلة نتركها على البخار لحالها بتطلع. أوكي، نعطيها ثواني، يعني بينزل دهنة منها، بس ينزل دهنة منها بتقبع. حلو، بالضبط. فكل المشاوي اللي بنعملها بهيدي الطريقة عم نضمن كمان انه السلمونيلا مش موجودة فيها. يعني هي عم تنشوى، عم تتعقب، عم بتضلها طرية، سهلة الهضم. صح، وسهلة الهضم. حلو، فكتير مهمة، فما بصير في نفخة وغازات. فالناس اللي بيعانوا من الجهاز الهضمي عندهم مشاكل فيه، هيك بيحضروا المشاوي بأحسن طريقة وأسرع طريقة. طب المشاوي ليه ممكن إذا ما شويناه بهاي الطريقة يعمل مشاكل بالهضم؟ لأنه أول شيء ما بيكون مستوي أو محروق وقاسي، بالحالتين بصير في عصر هضم. صح، صح، فما بتتم هضم. صح، بتقل دائما بعد المشاوي، فبيعمل غازات. الجسم بيكون عم يرفضه، لما بيرفضه بيعمل غازات. شوفي كيف، مجرد على منظره كمان. مجرد غطيناها شوي بيطلع لحاله. هلا هي للغاز العادي، مزبوط؟ طبعا. بس كيف بدي اتحكم بالحراره المناسبه للطناجر؟ بتوطي الغاز، نحن قلنا مثل الكلتش والبنزين بدك تعملي بالانس. فاذا بتطلع بخار بتوطي الغاز بالشقلوب. اوكي، بتنقليه عند العين الكبيره للعين الاصغر. او بتوطي الغاز، المهم انه ما يطلع منها بخار، او بتحطي تحت حديده. تمام. فاطمه ايش اضفنا؟ انا هلا ضفت على الخضار ستيه. طبعا الخضار احنا حطيناها على البخار استوى، جزر وبازيلا. هلا ضفت لها نتفه زبده حتى نعملها سوتيه، ومع نتفه فلفل واسود وملح. حلو. كنت اقول فلفل وملح اسود، ما بعرف ليه. خربطه وارده. اوكي، هلا بس هون الخضره انسلقت بدون مي. ما عليها ولا نقطه مي، يعني بدون مي. بدون مي. بتلاحظي كمان كيف لونها فيها، لانه الخليه ما انكسرت، بقت الصبغه جوا. هي الخضره عم تحكي عن حالها انه انا قيمتي الغذائيه في داخلي، لانه حافظت على لوني. فاستوت بميتها، بس 70% من الخضار مي. حلو. فقط أني تسبت، لانه مصممه تطبخ بدون مي وتحت درجه الغليان. يعني صعب احنا نعمل هاي العمليه بدون هاي الطناجر، انه الطناجر العاديه بينحرقوا. طبعا، يعني تخيل الشمندر بنقدر نسلقه بدون مي والذره. فكيف البازيلا والجزر. صح. اوكي، هلا انا بدي اتابع
الجاج. في ست جو عم بيسألوا إنه لما بدنا نيجي يعني نشتري الطنجرة بيكون في حدا عم بيعلمنا يحكي لنا كيف نستخدمهم؟ صحيح. نحن عندنا شيء اسمه after sale service، يعني المشتري أي قطعة خدمة ما بعد البيع منعلمها إنها تستعملها بالبيت. يعني مثلا نحن اليوم آخر نهار إلنا، آخر حلقة لإلنا حاليا مؤقتا مع رؤيا. نحن بنشكر كثير رؤيا، كثير سعيدين إنه عبر تلفزيون رؤيا قدرنا نوصل للمشاهدين. احنا اسعد لانه حكينا عن اكل صحي. صحيح يعني. احنا كثير سعيدين لانه قدرنا نوصل رساله زبتر للصحه والجمال. فبدي اطمن الناس انه يعني بس نخلص حلقاتنا برؤيا، وان شاء الله انه بالمستقبل يكون في حلقات اخرى. بس نحن بنقدر نعمل لكل زبون او كل شخص حابب بيدعينا بنعمل له حلقه عنده بالبيت. حلو. فبتقدر تعزم الست مثلا صحباتها او جيرانها او اهلها، وبنعمل لهم طبخ حي قدامهم، بيقدروا يسالوا اسئلتهم ويدوقوا، او بيقدروا بيجوا عندنا على الشركه. بيكون عندنا كل اسبوع نحن في عندنا حلقه تعليم طبخ. حلو. دروس بالطبخ. هلا في شيء ثاني انه بس هو مش معقد، يعني شغله بسيطه جدا جدا. بس تعرف التكنيك بيمشي الحال. خلص. اكيد. هلا في شغله كثير مهمه كمان، انه الناس اللي بيحبوا عندنا دوره متخصصه مدتها 5 ايام بتعلموا فيها اعداد الطعام الصحيح. حلو. وبيقدروا هن نفسهم انه يشاركوا في نشر الوعي الصحي وادخال الصحه لبيوت الناس، بيوت العائله الاردنيه. بيعلمون هن كيف يحضروا الاكل بطريقه صحيحه. حلو. وهيك بيقدروا يحصلوا على منتجنا ببلاش مشان يقدروا يستعملوه ببيتهم. ويقدروا كمان ينقلوا للناس. صح. يعني هو بالفعل كل بيت فيه طبيب، واهم طبيب لانه موجود في المطبخ، هو اللي بيحضر الاكل وبيعرف هاي التفاصيل. صحيح. فحتى الدوره هاي مهمه جدا. صحيح. الناس بتفكر انه يلا هي قصه طنجره. صح. مش عارفين انه صحتنا بتجي من الطنجره اللي نحن عم نطبخ فيها 100%. اوكي. اذا حضرنا الخضار، حضرنا بدون الخضار مي. بدون مي. على مجرد انه ما حميت وطلع نتفه بخار وطين على الاخر سوت على البخار تبعها. أوكي. هلا بنكمل باقي الشوي. هيك فينا نعمل كباب. الكباب طعمه بعقد. صح. يعني بتحطي الشيش جوا الكباب وبتسكري عليها وبتسحبيها من الشيش. وبتحطيها بتشد، ما بتفرط. فهيك بتقدري كمان تقلي قدام ضيوفك، تشوي قدام ضيوفك مباشرة إذا كنت عم تعمل الطبخ الحثي على الطاولة قدام الضيوف، تشوي فورا بدل المنقل. يعني هذا منقل حديث خلينا نقول، وتقدري تشوي وتقدمي لهم أكل بشهي وريحة طيبة كمان مثل ريحة الشوي. لانا باسل واماني خريسات نصبح عليكم. كيف ممكن التواصل؟ مثل ما قلنا 550-7550 بيقدروا يحجزوا مواعيد لنعمل عندهم حلقه طبخ، او يجوا ياخذوا دروس طبخ معنا، او يحضروا دوره طبخ معنا مشان هن كمان يقدروا يشرحوا للناس كيف يحضروا الاكل. الامل بشير وعبير من زايده. عبير عم تسأل عن العروض، رح يكون في عروض لعيد الأم؟ أكيد. هلأ عيد الأم، عيدة للأم هي صحتها وصحة عائلتها. صح. فالصحة بتبدأ من المطبخ. إذا ما في صحة بالبيت ما في عيد. بيكونوا منكدين وحالتهم حالة. فربنا أعطانا صحتنا لنحافظ عليها بمعادلة بسيطة جدا. إذا شو ما بدهم يطبخوا بس يحضروها صح تحت درجة الغليان وزيت ما يتأكسد، حقيقة بيقدروا أحلى عيدية. صح. إنهم يقدروا يعملوا هذا الإشي. وزبتر عاملة أفراد خاصة يحكوا معنا على 550-7550 مشان يهدوا أمهاتهم. حلو. هذا المنتج بمبلغ زهيد جدا من مصروفهم. نحن رح نشرح لهم كيف. صح. يقدروا يوصلوا منتجنا لأمهاتهم بعيد الأم. احنا بنحكي في تقسيط كمان للي عم بيحكي انه عن اسعار شوي يعني غاليه، احنا بنحكي انه في تقسيط. صح. هي بالتقسيط واسعارنا مش غاليه. اسعارنا ببلاش، لانه انا بقول ديني حالك بالصحة. ديني حالك طبعا. دينار للسنه بدل معك دينار مدى الحياه عم يجيك من زبتر. صح. فاطمه شو رايك في الموضوع؟ قد ايه المهم الواحد يستثمر بهاي القصه؟ انا مستثمره فيهم من 97. من 97 عندك اياهم؟ شوفي انا لما جبتهم جابوا لي اياهم على البيت ما كنت اعرف اطبخ فيهم. فمسكت كل اغراضي واعطيتهم للحارس، قلت له تصرف سوي اللي بدك اياه. طناجرك القديمه. وبلشت عن جد اطبخ فيهم وكنت اعك عك الدنيا، يعني بعجبك لما بعك. بس الحمد لله سلك يعني. وهلا يعني ما عم بستعمل غيرهم. بس هدول. حتى الاحجام برضه متنوعه، يعني احنا اذا عم نحكي عن طبخات عزايم. مزبوط. في عندنا مثلا 12 لتر،
عندنا 7.5 لتر، يعني بسعلك منسف يعني 9 لتر. عندنا أني بيضاوية اللي بتعمل مقلوب بشكل جميل. عندنا شواية، عندنا أحجام صغيرة مثلا للست لعائلة صغيرة، في أطقم مثلا لعرسان بدهم يبلشوا حياتهم، مدى الحياة ما بدهم يشتروا طناجر يعني. وانس فور اول مثل ما بيقولوا، مرة بالعمر. مرة بالعمر.